عقد. هاي الحقي صفرت الانذار جد. مالك مالك يا اخوي؟ تعال نقعد يا اخوي. مالك يا اخويا مالك؟ مالك يا اخوي؟ مالك يا اخويا مالك؟ الواد حسون ماله؟ اللي بيته في اخر الشارع ضربني في ايد. ضربت في ايدك؟ ضربت بيه يا قلق؟ بوش بيه يا اخويا؟ ضربك بيه؟ بوش ضربني بوش. ضربك بوشه في ايدك؟ لا افهمها. تعالى تعالى بقى، لان انا اتضربت كتير انما دي لا افهمها. يا روح امك، الواد ضربك بوشه في ايدك ازاي يا روح بابا؟ انا كنت مطبق ايدي كده اي ومددها كده اي، راح هو جاي مدد وشه وضربني كده. اسمع 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 اسمع، وبتعقدها ليه يا روح امك؟ ما تقول انك ضربته بالبوكس في وشه. الله ما تسيبوش في حاله، لازم افهم دي افهمها بقى. فهمني هات كده بتركيز، ضربك ليه بوشه في ايدك؟ اصل هو كان معاه حتة شوكولاتة. الواد معاه حتة شوكولاتة؟ اه. كويس، قلت له تعالى نعمل انا وانت شركة. كويس، انت اجيب حتة شوكولاتة اللي عندك. ايوة، وانا اجيب حتة شوكولاتة اللي عندك. الاتنين عنده هو؟ اه. وبعدين ونقسمهم سوا انت وهو. اه طيب يا ابني ما فيهاش حاجه، يعني حتتين الشوكولاته عند الواد بتقسموهم سوا. اه لا اصل يمكن يكون الواد غلطان برضو التاني. اه ممكن. ايوه انا عارف ابني قليل الادب. امال انا ابني متربى حقاني ومنصف. لا انا ما اسيبش حد من عيالي يتهز ابدا. امال عليك يا اخويا. دلوقتي يا حبيبي حتتين الشوكولاته، هي حته واحده عند الواد، انت قلت له تجيب الحته اللي عنده وانت تجيب الحته اللي عنده برضو. نقسمهم سوا. وتقسموهم سوا. وبعدين يا ابني انا حته. كويس، وانا اخد حته وانا اخد حته. والواد جولد فينجر خالص ما يشوفش حاجه. يعني تمشي عيال مع بعض. المناقشه بيننا. لا استنى بس، ما تاكلنيش في دوكه، افهمك وزعق لاني مش سامعك دلوقتي. قلت للواد انت حتة وانت حتة، وبعدين ودارت المناقشة بينا. اتناقشتوا؟ اه طبعا، طلبة وشباب مع بعض بيتكلموا. ما انا احب المناقشة. يعني الواد لما يتناقش من صغره يبقى في اصل، مش غلط انه قال له انا حتة وانا حتة. لا يعني هو الواد له نظرة. طب يا حبيبي، وبعد ما قلت له انا حتة وانا حتة ودارت مناقشة حصل ايه؟ وكلمة مني وكلمة مني. يعني الواد التاني واقف مالت ما بينطقش خالص. اسود يا دي، انت اللي شغال والتاني يمكن جديدة. وبعدين وقبل ما يتكلم راح متعازم وضربني بوشه في ايدي. يبتدي خر الدم. ابني ايدك خرت الدم يا اخويا. اسم الله على ايدك. اسم الله على ايدك يا اخويا. اسم الله على ايدك. لا يا ماما مش من ايدي. امال منين؟ من وشه. طب اعمل فيك؟ لا اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ مخلفالي مافيا الكابوني؟ اسود قال لي الواد حته مني وحته مني، وكله مني والتانيه اكيد واقف ما بينطقش. خلاص يا باي، بتزعق في الواد كده ليه؟ معلش معلش، ليك يوم بس سمروه انت بالذات لوحدك. فين اخوك الصغير يا تحنكش؟ كان جاي في السكه بس ما عرفش يجي. يا ده اخوك اصغر منك ب 12 سنه، الله يلعنك تسيبه لوحده بره. اجري واد هات. حاضر. اجري لقيتوه. يلا يا واد اسمع كلام ابوك يا واد. تعال هنا. ايوه تعال هنا. ايوه اقف هنا. ايوه قول لي انا متاسف. متاسف. ما تعملش كده تاني. ما تعملش كده تاني. انت اللي ما تعملش كده تاني. قول ما تعملش كده تاني. ما تعملش كده تاني. يا ده مش انا، انت. خلاص خلاص، انت هنا. قول لي انت نازل دلوقتي تجيب اخوك. انت نازل دلوقتي تجيب اخوك. خلاص 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 خلاص، انتهينا. قول لي عايز فلوس؟ لا معايا. عايز انت؟ اه عايز. هاتي خمسة. اجري اجري. نعم يا اخوي. يا شباب مش لاقي بقيه التقارير يا ماما، كانت كلها على المكتب، مفيش غير الورقه دي يا حبيبتي. فين بقيتها؟ ما حطيتهاش في اي حته. ده انت اللي حطيتها. انا متوقع في اي لحظه الراجل الغلس ده يجي دلوقتي، هتبقى مصيبه حبيبتي. انت ما تعرفوش، ده بلوه مسيحه.
عارفه لو ما لقاش التقارير هيبهدلني. ده راجل معقد والله معقد. ولو تشوف شكله هتضحكي. ده حامل عارفه عامل زي المعزه الحامل. الله يطول. لا والمصيبه ايه؟ انه ما عندوش شنب. حاول يا رب شنبه ما عرفش فلزق دي الفار حطه هنا. مالك خش يا حبيبتي خش خش هاتيهم خش هاتيهم هاتيهم حوالي سبع ورقات حمر كده سبع ورقات حمر اخدهم وارميهم له في وشه جاتوا البلا بشكله. والله العظيم دي ارزاق واحد زي ده يتحط في منصب زي ده. جاتوا البلا في نفسيته. وزع عامل كده عم كده عم زلف كده عم زلف كده ولا ريحته ريحته له ريحه غريبه انا شاممها والله مش عارف جايه منين. حاجه تقرف حاجه تنيل. امشي يا ولد امشي غير هدومك وتعالى اجري حاجه